صباح الخير. صباح النور، شرفتوا، أهلا وسهلا. سمر شو بتاكلي؟ فطاير؟ ما بدي آكل، شاي وبس. خليهم اثنين شاي. حاضر يا بيه. أنا رح طمن هذا التوتر. هالوضع ما بقى ينحمل. عم بعمل أقصى جهدي. ما بدي نهرب من بعض. أنا إجيت لعند باب غرفتك مشان أحكي معك. ما عم بهرب منك. شكراً. صحة وهنا. أنا حابب أحكي معك عن كل شيء، خاصة عن الشيء اللي صار مبارح. يعني لو أعرف شو اللي بدك يا مني أكيد رح كون مرتاح. مهند، أنا عن جد فكرت كتير بوضع نهال. هاي البنت كتير حساسة واهتمامها فيك واضح. واضح اني صاير مصدر ازعاج لكل البيت. عم باذي نهال من جهه وخطر على عمي من جهه تانية. حتى انت ما بترتاحي لي نهائيا. القصه مو انا وانت وبس. لا تغير الموضوع. الشيء اللي ماني مرتحت له هو خيبه الامل اللي راح تصيب هي البنت وهي لساتها مراهقه. انا بعرفك منيح من خلال علاقتك ببيسان. مانك غريب عني. سمر، سمر، انت ما بتعرفي عني شي نهائيا. مو مهم. المهم انه لساتها نهال طفلة صغيرة. انت مانك منتبه، بس نهال معجبة فيك وبتحبك. ما عندها تجربة، ممكن تحطم لها قلبها. انتبه ولا تلعب بمشاعرها. ما في شي من هاد. طمن. اوكي، ما في اي مشكله. وجعت لك راسي. انا اسفه بس حبيت اطمن. رايحه؟ عندي شغل كتير. شكرا على الشاي، بشوفك بالبيت. شكرا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور مدام. عدنان لسه ما فائت سمر؟ إلا زمان طالعة، راحت على الجمعية. هيك لكان. شكرا. صحتين وهنا. صباح الخير. بونجور. صباح النور. النور. وين أختك؟ فائت بس ما قدرت تنزل. بارح كانت حلوة كثير. لبست هيك وعملت شعري هيك. وصلت كتير أنا ومهند. عم تحكي مع رنين، هلأ بتنزل. ايه ممكن تنزل على الغدا، مزبوط. ولما طلعنا من هنيك كنت جوعانة كتير. راح مهند أخذني وطعماني صندوش الجبنة. كان أحلى فطور. وطبعاً أنت ويا لحالكم. ما تزعلي مني، لحالنا. شايفة قديشك غليظة؟ طيب ليش ما خبرتيني؟ الله يسامحك، راح نصير نطلع كل أسبوع. وخلص لا تزعلي، بوعدك راح خليكي تجي معنا دائماً. نهال أنت خاينة. أنا هيك. لحظة، رح أعمل لك بس مباشر من غرفة مهند. اسأليه هو بالبيت لأجي لعندكم اليوم؟ وينه مهند؟ صباح الخير. صباح النور. مهند عم بيفطر يعني؟ لا، طلع بكير يمشي هو والست سمر. يا الله وين رحتي؟ رح سكر بعدين بحكي معك. بابا ناطرني تحت على الفطور. يلا باي باي.
صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ما توقعت انك رح تفيقي بكير بهي السهولة. تخيل انه اجت 3 الصبح. للصبح لكان. من الصبح بكير فايت لتحكي على التليفون. ان شاء الله تكونوا قضيتوا وقت بيطير العقل. تسلينا كتير. مهند رفيق ممتاز للمشاوير. كنت مفكرتك طلعتي تمشي انتي ومهند. سألت جميلة عن مهند قالت لي انكم طلعتوا تمشوا من الصبح بكير. كلامها مزبوط. طلعت امشي وبالصدفة شفت مهند، بس الجو كان كتير برد مشان هيك قررت ارجع على البيت. خير ما عملتي يا بنتي. يا ريت لو بتحسني تلغي كل برامجك اليوم، الطقس برا سيء كتير. تكرم عيونك، معقولة خجلك؟ بس ما رح نقعد هيك، بدي أعمل أنا وياك شي مشروع. تمام. إيه حبيبتي، هاتي حكينا عن مشوار مبارح المساء، كان في صبية أحلم مني؟ مهند قال لي أنت أحلى وحدة بين البنات. قال لك هيك بس منشان ما تبكي. عن جد، كنتي حلوة كتير وبتاخدي العقل. كيف كان الأكل؟ الأكل كان كتير طيب، بعدين غيرنا المحل، عالبار. وشربت كاسة فودكا. بس والله ما شربت لحالة، مهند ضف لها عصير كتير. برافو. المهم اجا مجموعة من رفقاته. كمان بشرة كانت معه؟ لا حبيبي، هي راحت من زمان. يا الله قديش تسلينا، كانت سهرة كتير حلوة. ممتاز، انبسطت كتير. وانا رح تجيني ايام انبسط فيها عن قريب كتير. بعد شي 7 سنين. يلي بعرفه مهند بس يجي الساعة 3 الصبح مستحيل يفيق بكير. غريب كيف هالمرة فاق وطلع. هو كمان بيحب يمشي لهيك فاق. ليش عم تهربي؟ رجاء مهند، هون ما بيصير. شو اللي ما بيصير؟ اتصلت فيك كتير مشان اعتذر منك بس ما رديت. بلا ما نحكي هون. شو مفكرتيني جاي حاسبك مشان السيارة؟ أنا آسفة، ما كنت حاسة بشي أبدا. ماني عم فكر بالسيارة، بعتها وارتحت من مشاكلها، اشتريت واحدة تانية. ما فكرت بالموضوع نهائيا، بس اللي فكرت فيه ليش قللتي عقلك؟ بشرى اشتقت لك. مهند، وانا كمان اشتقت لك كثير. كنت مثل المجنونة بغيابك. حبيبتي نهال، ممكن تعطيني هي الجريدة؟ خليني ادور فيها، بركي بلاقي شي بيت للأجار. ميرسي. شوفي هي الجريدة فيها إعلانات أكتر. لوين بدك تروحي؟ ما رح خليك تنتقلي لبيت تاني، مو بابا؟ أكيد، دائماً بقول لها هالحكي. بترجاك لا تخليها تنتقل لبرات البيت وتتركنا، بدنا إياها على طول. يا حبيبتي يا نهال، عندك قلب أبيض مثل التلج. شكراً كتير. هذا المنطق، في عنا بيت كبير وبدك يعني نتركك تعيشي برا لحالي؟ أنا غلطانة شي؟ أكيد معك حق، بس إذا كانت مصممة بلا ما نخليها تعيش هون غصباً عنا. ها، في إعلان عن معرض رسم صالة بيسان اليوم ببلش؟ إيه، معرض مشترك للرسامين الشباب. بيسان بتهتم بهالموضوع، بدي روح اليوم. نحن كمان خلينا نروح، أكيد بيكون حلو. أنا قلت لها ما رح أجي لأنه رح نكون سوا. هي عنا حجة مشان ما نروح. مثل ما بدك. عم قول لحالي خلينا نعمل شي خاص أنا وياك، خلينا نضب غراضنا ونهرب لشي محل نرتاح فيه من الشغل. تمام، بس أنا بقرر لوين. ماشي، أنت بس بتأمر وأنا علي ينفذ. يا أولاد أنتم مو معزومين، بظن اليوم وبكره رح يكون فرصه منيحه كتير لتراجعوا دروسكم. يا طبعا رح ننبسط كتير. يا سلام.
عن جد حابة هنيكي على قدرتك على الإقناع وكيف خليتي بابا يوافق على الشيء اللي بدك إياه. فيكي تعتبرينا بعدنا بشهر العسل، لهيك ما بيرفض لي طلب.